شايف ان الترجي يعني هيلاعب النادي الاهلي بغض النظر عن تاريخه تمام، بس هو هيلاعب اللي هو حاليا احنا بنتكلم على ثالث عالم في مونديال العالم بطل افريقيا وبطل افريقيا والسوبر الافريقي و و الى اخره. هل التفاصيل دي تخض اكتر ولا تستفز اكتر؟ يعني طبعا نادي الترجي هو عارف اكيد، يعني بعيد عن البطولات اللي احنا بنتكلم عليها، هو عارف هو بيلاعب مين، عارف القيمه الكبيره اللي جايه له، عارف اللي هو بيلاعب فريق على مدار التاريخ او المواجهات التاريخيه بينه وبين بعض هو متفوق عليه، حتى في تونس بيتفوق عليه، بيبقى ليه الافضليه في تونس كمان يعني. فهو عارف قيمه وحجم النادي الاهلي طبعا، لما يكون جاي له كمان اللي هو جاي كسبان نهضه البركان في السوبر، فعنده المعنويات بتاعته مرتفعه، بيهدف للنجمه العاشره، فكل دي اكيد نادي الترجي حاططها في حساباته، وكل التركيز اللي هو بيحاول على قد ما يقدر ينهي الامور ويحسمها من موقع تونس. يعني هو كل التركيز في الترجي دلوقتي اللي هو ما يستناش للامور الحاسمه في القاهره، لان هو عارف النادي الاهلي في القاهره هيكون عامل ازاي، لان هو بيكون يعني اي فريق في افريقيا عارف النادي الاهلي في مصر هيكون عامل ازاي، هيعرف يتعامل مع اللقاء بشكل قوي ازاي هنا في مصر. فما بال حضرتك بقى هناك، هو في تونس النادي الاهلي بيبقى فيه تفوق تاريخي للنادي الاهلي على الترجي في تونس، فاكيد نادي الترجي عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واعتقد التركيز واضح هناك في تونس، اللعيبه هناك هتلاقي مقفول عليها الفتره اللي جايه اعلاميا كمان من نادي الترجي، في حاله تركيز شديده هناك. فاتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي في قمه تركيزه وقمه توفيقه في اليوم ده ان شاء الله باذن الله. الاسبوع اللي